اختتم مهرجان خيرات النخلة فعاليته اليوم بسوق المزارعين البحرينيين في هورة عالي بمشاركة لفيف من المزارعين والشركات الزراعية والحرفيين والأسر المنتجة ويضم المهرجان مجموعة متنوعة من منتجات المملكة من الرطب والتمور والمنتجات المرتبطة بالنخيل بالإضافة إلى معرض صغير للحرف اليدوية لإبراز الحرف التقليدية وتوثيق نمط حياة الأجداد ويهدف هذا المهرجان الذي يقام في موسمه الرابع إلى تشجيع ودعم الإنتاج محلي من منتجات النخله بالاضافه الى تذكير المجتمع بما تشتهر به المملكه والحفاظ على الهويه البحرينيه وتاريخها العريق كما حرص المهرجان على دعم المزارعين البحرينيين من خلال توفير فرصه لهم للترويج لمنتجاتهم للجمهور